بعض الأنباء بتبقى غير مفهومة ومؤلمة في نفس الوقت. اهتمامنا بكل مواطن مصري هو اهتمام حقيقي نابع من أنه هو حد مننا، هو أخونا، هو واحد من المصريين الغاليين جدا، ودي الصورة الحقيقية لكل مصري موجود في البلد دي. الخبر اللي يخص اختفاء أحد الطلاب المصريين الدارسين بدولة الأردن، أكيد عدى عليك كده أنه في شاب بيشتغل على متن سفينة واختفى من 8 أيام مفيش تواصل معاه. القصة غريبة لأنه مفيش حاجة اسمها مفيش تواصل مع سفينة، هو حتى لو لا قدر الله حصل أي مكروه للسفينة بيبقى معروف، الملاحة الدولية تعرف، الخفر السواحل يعرفوا، الدول القادمة منها وإليها السفن بتعرف. قصة بتقول لنا لحد النهاردة والمعلومات اللي عندنا أنه سامح سيد شعبان طالب بيدرس في الكلية البحرية في الأردن، بحسب ما أنا فاهمة كده أنه سامح من 8 أيام آخر تواصل ليه مع أهله كان على متن سفينة متجهة إلى ليبيا، وآخر رسائله لأهله أنه السفينة كان فيها عطل. لحد هنا دي حاجة تقلق، لأنه طبعا 8 أيام وقت طويل. في تحرك مباشر حصل أول ما الخبر عن اختفاء سامح بدأ يظهر، هو أنه تواصلت كعادتها النبيلة دائما السفيرة النبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت معاه وبدأت في التحرك وطلبت جميع الأوراق الخاصة بسامح. أكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة الموقف. إحنا لحد دلوقتي ما عندناش معلومة جديدة الحقيقة يعني، فاحنا بنكلم حضراتكم وعايزين نكلم سامح ومامة سامح ونطمن مع بعض. فالفرصة الوحيدة أننا نطمن هي من خلال أحد أصدقائه مصطفى طارق، صديق سامح سيد شعبان، معانا على التليفون. مساء الخير عليك يا مصطفى. مصطفى انت اكيد كنت سامعني وانا بتكلم، فمن فضلك صحح لي لو في اي معلومه انا قلتها غلط. هو صحيح انه سامح موجود بيدرس ملاحه بحريه، صح كده؟ سامح اتخرج من الاكاديميه الاردنيه البحريه. يعني هو دلوقتي ده في شغله؟ هو راح يشتغل، ده كان شغل ليه وهو راح يشتغل. طيب احكي لي اخر معلومه او اخر تواصل بينك وبين سامح او بين والدته وبينه. بص حضرتك، هو اول رساله من سامح ليا على الموضوع ده كان بيقول لي ان المركب اتقرمت وفي مشكله في المركب وانا مستني الفرج وهروح على دلوقتي المالديف عشان اصلح المركب عشان لحام هناك. وصل المالديف قال لي ان هو وصل بخير وكده وان هم مستنيين الفرج. فبعديها هو بعت لي رساله يوم 11/6 قال لي انا بموت يا مصطفى، كده انا بموت يا مصطفى، ولو حصل لي حاجه هتولي حقي. وكلم، قلت له في ايه يا سامح؟ قال لي كلم سامح العسوي هيفهمك في ايه، لان هو ما كانش عارف يتكلم او ما كانش عارف يشرح الموقف بسرعه. فكلمت سامح العسوي قلت له يا سامح ماله؟ قال لي سامح بعت لي فيديوهات. اللي هو مين سامح العسوي؟ معلش، ده صديق زي عند سامح، بس هو يعني هو اللي كان متاح يبعت لي الفيديوهات في الوقت ده. فيديوهات عن المركب؟ فيديوهات، هي الفيديوهات موجوده معايا، فيديوهات والمركب بتغرق. تمام. جه كلمت سامح قال لي ان سامح بعت لي الفيديوهات وقال لي نزل الفيديوهات دي على رابطه البحارين المصريين. طبعا سامح ما رضيش يتصرف وكلم والدته سامح سيد، قال لها طنط الامر 1 2 3، قالت له لا ما تنزلش حاجه عشان ما يحصلوش مشكله هناك، لان سامح ما بعت الفيديوهات قال ما حدش يجيب اسمي في حاجه ولا يجيب سيرتي. طبعا فضلت اتكلم معاه، هو يعني كان فاقد الامل في اي حاجه وبيقول ان المركب بتغرق وانا مستني المركب تغرق. طب يا سامح انت جنان، ما هو صاحبها عايز كده. يا سامح ازاي صاحبها عايز كده؟ قال لك ما احنا لو وقفنا في اي مينا هو هيخسر الفلوس الحموله وهيخسر فلوس التامين. لا يا مصطفى استنى، هو مش في ملاحه دوليه؟ مش هو سامح اكيد قال لك انه اتصل بحد او انه استغاث او عمل اي اشاره استغاثه؟ ما قالليش اي كلام، ده كل اللي انا فهمته منه ان هو كان يعني زي محبوس مش راضي يمشيه ولا راضي ينزله،
وصاحب السفينه غير القبطان عشان توضح الصوره لحضرتك. طبعا صاحب السفينه المالك، لكن القبطان هو المسؤول عن سلامه السفينه ووصولها. ساب السفينه، صاحب السفينه سابها ومشي راح على السويس وقال لهم هاتوها لي على السويس. قالوا له نتحرك بيها ازاي في وضعها ده؟ قال لهم انا ماليش دعوه، هاتوها لي على السويس. على السويس، على قناه السويس. على السويس. طبعا دخلوا على المالديف صلحوها وعملوا فعلا الاخرام اللي فيها، بس هي سامح بيقول لي ان العواميد بتاع السفينه نفسها متهالكه وهي لا تصلح للابحار. خرده مصطفى، احنا بنتكلم عن سفينه ولا مركب ولا ايه التوصيف؟ انت تعرف سفينه وشكلها نزل على السوشيال ان هي كبيره، واضح انها سفينه بضائع بقى، مش سفينه ركاب. بضائع سفينه بضائع، وكانوا محملين فيها حديد وكان صاحب السفينه عايز يحمل فيها خشب كمان لان البضاعه كانت عليها زياده حمل. وانا معايا صور للسفينه وتاكل السفينه، وسامح قال لي ان هي ما تنفعش. من 8 ايام انت فقدت التواصل مع سامح صديقك. اخر رساله بيني وبينه انت جاي امتى؟ انا هتحرك بكره من المالديف. هتوصل امتى؟ قال لي ده انا هعدي بعرض المحيط والرحله ممكن تاخد 15 يوم او شهر حسب تسهيل ربنا. وبعدين قال لي انا هقفل عشان مش هيبقى معايا شبكه ولا نت عشان ادخل البحر. من بعديها انا ما سمعتش صوت سامح ولا عرفت عنه اي حاجه. وانت عارف اسم المركب، اسم الشركه، عندك المعلومات دي؟ اسمها شانغهاي. وهو سامح قال لي ان المركب دي صاحبها اشتراها ب 750,000 دولار من اليابان. وكان باعت مسجات ورسائل لاخته اميره على الموبايل، كان بيقول لها يا اميره ان العنابر والعواميد بتقع والحاجات دي معايا، لو عايزين نبعتها لحضرتك مفيش مشاكل. ابعتها لنا يا مصطفى. يعني الفيديوهات اللي هو بعتها لك دي فيديوهات معايا فيديوهات لايه؟ لمركب بتغرق، لمايه بتدخل فيديوهات المركب بتدخل في قلب المايه، بتدخل في قلب المركب. ومصور بقى الصدى بتاع بس فعلا انا يعني انا بقول بحمد ربنا على حكمه والده سامح، لان هو فيديوهات مايه تدخل المركب، صدى في المركب، كل ده ما حدش يقدر يحكم ده معناه ان المركب بتغرق ولا لا الا خبير، الا شخص خبير. ممكن اعرف طبعا وزاره الهجره تعاونت معاك ازاي؟ ايه الحاجات اللي وعدوا بانها باتصالات الوزاره ممكن يعرفوها ويساعدوكم؟ هو حضرتك احنا تواصلنا فعلا، حد تواصل مع وزيره الهجره وهي شافت الموضوع وقالت ان هي هتتصرف، بس هو ما حدش رد علينا في اي حاجه غير دلوقتي. وعلى فكره انا كلمت القبطان شخصيا، قبطان السفينه اللي هو رجع، لان هم السفينه كان عليها قبطانين واتغيروا اتبدلوا. فقبطان السفينه اللي هو اتغير واتبدل اللي رجع اللي رجع قال انا معايا الريكورد بتاعه برضه لو عايز حضرتك تسمعيه. اتفضل. ابعته لي. قال ان سامح وقع من على اللايف بوت اللي هو دي حاجه زي دوره كده. تمام. وصاحبه اسمه محمد جاي بيميل يجيبه وقع معاه. طب هل سامح ده حضرتك كان لابس لايف جاكيت؟ قال كان لابس لايف جاكيت. طب اللي لابس لايف جاكيت ده حضرتك اكيد هيقوم على وش الميه مش هينزل، لان حسب كلام اصحابه اللي هم القباطين اللي زيه قالوا ان ده لو شايل 150 كيلو مش هيغرق تحت الميه. مصطفى، انتوا قلقانين من اختفاء السفينه ولا من اختفاء سامح نفسه؟ احنا قلقانين من اختفاء سامح نفسه. انا السفينه في اخبار كتير بتقول ان هي غرقت، يعني مجلات اجنبيه بتقول ان هي غرقت، بس احنا قلقانين. انا ما اكذبش على حضرتك، احنا قلقانين من اختفاء سامح. وسامح كان بيعمل مشاكل كتير مع القبطان عشان ينزل، ما عرفش ينزل. القبطان ما رضيش ينزل غير الباشمهندس عمرو، ده مهندس ثالث السفينه، شغال في المكنه بتاع السفينه. ومحمد جابر دفعه سامح كان مسافر معاه، الاثنين دول نزلوا في المالديف لان الباشمهندس عمل مشكله وقال له انا مش هشتغل ومش شغال، وقعد في اوضته وما بقاش يطلع من اوضته، فالثاني وقفوا عن العمل. اللي انا عايزه اقوله لك يا مصطفى انه الكلام ده طبعا يقلق، لكن الامور اللي بتبقى في المياه الدوليه لا تدار كده. يعني كل فرد على السفينة
المفروض يبقى معروف ان هو اتحرك منين ورجع فين، لا تدار الامور كده بانهم بيحبوه او زعلانين منه. فنتمنى انه بالتاكيد وزاره الهجره باتصالاتها تكون عندها دلوقتي معلومات. هنحاول كمان ان احنا نتواصل او نوصل النهارده قبل نهايه الحلقه المعلومات جديده عن السفينه. اذا كنت بتقول مصطفى بيقول انه لا، في اخبار بتقول ان السفينه فعلا غرقت، فبالتاكيد احنا كمصريين اهل سامح مصطفى صديقه كل الناس من حقها تعرف. ممكن تطمنا بس على حاله الام، على لو في اي تواصل؟ والله والدته يعني هي مش مقتنعه ان الموضوع ده حصل، او مش مقتنعه ان هو مات. ان شاء الله ما يكونش، يعني احنا مش عايزين نفترض ده. احنا برضو مش مقتنعين، وناس كتير حاسه ان هو عايش، بس في حاجه انا فاهمينها. نتمنى ده. الامور مش واضحه. طالما السفينه لسه في الميه فبالتاكيد هنفضل في عدم اليقين ده الى ان تعود بالسلامه ويرجع سامح معاها او نعرف معلومات. لكن تاني مصطفى عايزه اطمنك واقول لك انه دي مياه دوليه، وانه دي في اكواد عالميه للتعامل في حالات الطوارئ، وانه مش وارد انه لا قدر الله اذا حصلت حاله طوارئ او غرق سفينه انه يحصل بهدوء كده ومحدش يعرف عنه حاجه. حاجة غريبة وتستحق الاهتمام، لكن احنا متأكدين وواثقين انه في تدخل حقيقي من الدولة المصرية. مصري على متن السفينة ارسل استغاثات حقيقية لاهله وذويه واصدقائه بانه في مشكلة ما، اذا في مشكلة. يعني فلنفترض ان في مشكلة الى ان يظهر سامح والسفينة بألف خير. احنا هنا مع فريق الاعداد هنحاول على مدار الحلقة ان احنا نوصل كمان لمعلومات اكتر عن السفينة، ازاي فعلا الصحف العالمية اتكلمت عنها، لو في اي معلومات عن انها ما زالت في الماية يبقى دي معلومات مطمئنة ان شاء الله سامح ممكن يكون موجود على متنها وما تكونش السيناريو بهذا السوء اللي احنا متوقعين.